شكوى على أعدادية البصرة المهنية الأعدادية عندي مثل تخربطت يومهم أول أمس إنها نائمة بالممر لا خبروا علي ولا دزوا على يعني دزوا على حد ومخلينها نائمة قلوا أنت روح للشؤون ولا واحدة من الهيئة التدريسية قلت أتعامل متقعد هنا من الحارة الدنيا ما أدري شنو المدرسة حارة فتخربطت وطاحت ومخلينها نائمة بالممر لحد ما مدرسة خطية هي تبرعت واتصلت علينا زين هم ليش ياخذون ارقام رقم بابا ورقم ماما لعتهم ما يقولون وما يتصلوا علي وعلى اثرها انا حتى بطلت من يومهم. يعني شلون راح تنقلها لو راح تترك المدرسه؟ والله راح تترك المدرسه بس انا بدي اقدم شكوى عليهم بعد السنه بدايتها يعني حرامات زين ماكو حال انسانيه ما تعاطفوا وياها وخطيه هي عتها شلون يعني هاي الخنقه تصير من الحر وهذه ولي امر الطالبه اللي يحب يشتكي فانا مستعد انه اوصل شكوته سواء كانت للتربية وإذا التربية ما اتخذوا إجراء فأوصل شكوته إلى وزارة التربية حتى نقدر نعالج الحالات.